تعظيم السنة والإنكار على من عارض السنة ولو كان عن طريق الاجتهاد. وذلك لما قال ابن لابن عمر والله لنمنعهن، فغضب ابن عمر كيف تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فما كلمه حتى مات. قال ابن حجر رحمه الله يحتمل أن الوقت الذي كان بينهما كان يسيرا. يعني انظر تعظيم السنة إنكار، ولا لو تنكر على واحد أخطأ في الدين كيف تنكر عليه؟ يمكن يكال لك بالتهم واللمز وما شابه ذلك. تعظيم السنة مهم ولو كان قريب عهد بكفر. وذلك أبو واقد الليثي لما خرجوا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وطلبوا منه أن يعني حديث طويل يعني لكن يرطون بشجرة ويتعلقون بها، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. إنكار. وذلك بعض الناس يقول يا أخي بما أننا في طريق واحد ونسلك طريقا واحدا فلا ينكر أحد على أحد ولو كنا مختلفين في العقيدة، هذا ليس بصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي أنكر عليهم، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة لا تتبعون سنن من كان قبلكم، مع أنهم ذاهبون إلى جهاد إلى غزوة حنين ومع ذلك أنكر عليهم، مع أنهم ذاهبون إلى الجهاد ومع ذلك أنكر عليهم. أما أن يسير معك إنسان صاحب هوى وصاحب بدع وتقول المنهج واحد ولا تنكر، لماذا لا أنكر؟ لابد أن أنكر، لابد أن يصف المنهج، لابد أن تصف العقيدة. فكيف يجتمع أطياف أو مذاهب أو عقائد فاسدة أو فيها شيء من الفساد أو مناهج فيها ما فيها من الهوى مع أهل السنة والجماعة؟ يستحيل هذا. وإذا تقول لا تنكروا على أحد، لا تنكروا على أحد، كيف ما ننكر في أصل الدين في التوحيد؟